اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. نتكلم عن ارقام كتير النهارده، ارقام بالزوفه النهارده. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ الحمد لله. ارقام النهارده عندك ايه؟ كتير اول مره حل الماتش يخلص 9 9 اول طبعا مرة. كلنا اول مره نلعب. هو الفوز الاكبر في تاريخ الانديه المصريه افريقيا. نعم. الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته الفوز يعني، واكيد ان هي بتبقى رساله للانديه الافريقيه ان النادي الاهلي كي قادم بقوه السنه دي. وده اللي كنا بنطالب بيه دائما، ان تدي رساله تخوف باقي الانديه المنافسه ان النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي مصمم على الحصول على البطوله الافريقيه. يمكن مباراه فيها مكاسب كتيره كابتن اسلام. يمكن اول حاجه طبعا حسين الشحات. هسكت، انا عايزك، عايز اسمع الارقام. اول حاجه حسين الشحات بصراحه ارقامه، هو يستحق رجل المباراه بالاداء وبالارقام اللي عمله. في ريحه محمد بركات حسين الشحات، حتى في الشوط الثاني لما كابتن محمد يوسف وداه يلعب كباك يمين في الاول، طبعا بدا جناح وبعد كده وداه باك يمين ودخل احمد فتحي في وسط الملعب ونزل كمان اليو ديونج. لا حسين الشحات ارقامه، يمكن هو مسجل هاتريك قدامنا على الشاشه، يمكن هو لعب 90 دقيقه مسجل هاتريك في احراز الاهداف وهاتريك في الاسيست. يعني احرز 3 اهداف وصنع 3 اهداف. وكمان تاني اكتر من صنع فرص لزملائه 3، محاولاته على المرمى 3 بنسبه دقه 100%، يعني الثلاثه اللي راحهم صح. ارسل عرضيات 5 منهم 80% صح، يعني 4 من 5 صح. اكتر من قام بمراوغات ناجحه 5، قطع الكوره اكتر واحد قطع الكوره في الرباعي الامامي 6 مرات، دقه تمريرات 81%، وقع في التسلل مرتين. فحسين الشحات ارقام يعني قويه جدا، وفي ريحه محمد بركات، لعيب مميز جدا جدا، بيكمل جوه ال 18، بيعمل عرضيات، عنده المستين ان هو بيخترق من على الطرف وفي نفس بيعمل العرضيات وفي نفس الوقت بيخترق للعمق وبيعمل محاولات بيسجل اهداف. شفنا منه النهارده يمكن وش رجل خارجي وش رجل داخلي، وش رجل خارجي يمكن في الهدف الثاني، الوش رجل الداخلي في الهدف الخامس، يمكن هو كان رايق جدا. شفنا منه حاجات ولمسات، يعني لمسات ممتازه جدا من حسين الشحات، والارقام بتاعته بتاكد ان هو يستحق رجل المباراه. مساهم في 6 اهداف من 9، فده بالتاكيد يستحق رجل المباراه والاعلى تقييم في ماتش واحد. وبصراحه حسين الشحات كمان دي تدي له دفعه وتدي له حاجه، يعني مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. لعيب زي حسين الشحات جوكر زي ما شفنا استخدمه كباك يمين، فانت بتتكلم في قائمه النادي الاهلي يبقى عنده 3 باك يمين او 4 كمان، يعني احمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وحسين الشحات 4. دي حاجه مهمه جدا لاي مدرب ومكسب كبير جدا. اللعيب الثاني النهارده المكسب واللي يستحق ثاني اعلى تقييم هو محمد مجدي قفشه. مش عارف محمد. انا شايف ان محمد وجهه نظر، انا لو سالتني من هو رجل المباراه اقول لك مجدي قفشه. طبعا محمد مجدي قفشه يستحق طبعا من الاعلى تقييم كمان. يعني حسين بالنسبه انت بتتكلم كتاثير ارقام، انت بتتكلم في لعيب مساهم في 6 اهداف من 9 بالتالي يستحق اكتر تقييم. لكن تاني اعلى تقييم او افضل تقييم محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه النهارده ارقامه في منتهى الروعه. محمد يمكن هو عمل عمليه الكونكشن بيستخدم ككونكتور، بيعمل عمليه الربط ما بين الاثنين الارتكاز وما بين المهاجم صلاح محسن وما بين الاطراف. محمد مجدي قفشه النهارده لعب 90 دقيقه، عمل 2 اسيست وتسبب في هدف، يعني مشارك في كام هدف؟ 3 اهداف من 9. اكتر لاعب صنع فرص في النادي الاهلي النهارده محمد مجدي قفشه، 5 فرص غير الثلاثه اللي مساهم فيهم. اكتر لاعب عمل تمريرات في المباراه قفشه 68 منهم، اكتر لاعب كمان عامل تمريرات طوليه 13 تمرير طولي بنسبه نجاح 69%. ده يعني ايه؟ دليل ان هو عمل الكونكشن. اكتر لاعب كان بيلمس الكوره واكتر لاعب كان بيوصل زمايله بيتحرك لزمايله بدون كوره بشكل مميز جدا، فكان دايما بيعمل تمريرات كتير. الحاجه الثانيه ان هو عنده ميزه الرؤيه، التمريرات الطوليه شفناها في اكتر من هدف من اليمين للشمال من خلال محمد مجدي قفشه، عامل 13 تمريره طوليه بنسبه نجاح واصله تقترب من 70%. العرضيات كمان شفناه بيلعب الضربات الركنيه بشكل مميز قوي، 6 عرضيات بنسبه نجاح 83%، راح على الجون مره واحده بس وعنده 3 مراوغات ناجحه وحصل على اخطاء 3. محمد مجدي قفشه قدم مباراه كبيره زي ما حضرتك قلت كده وتفضلت وقلت ان هو عمل الكونكشن، عمل الربط بين الخطوط. دي حاجه مهمه جدا، بيوجه رساله لصالح جمعه ان انا هنافسك في المركز ده وهتبقى النادي الاهلي. المنافسه اللي حاببها منافسه طبعا النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي ومدير فني القادم. زي ما قلنا ان احنا في المباراه دي قبل المباراه قلنا ان من ضمن احنا محتاجين نكسب فرقتين 3، ودي الفرقه اللي بتنافس على افريقيا. يبقى عندك محمد مجدي قفشه، عندك صالح جمعه، بالتاكيد محمد مجدي قفشه النهارده عمل عمليه الربط. حاجه واحده بس،
ايه طبعا لسه بدري يعني، ولكن فاضل له حاجه. محمد مجدي قفشه من افضل اللاعبين اللي بيصوبوا على المرمى بشكل جيد. النهارده واحده هدف. بس كده لا يصوب على المرمى النهارده واحده بس واحده بس وكانت النهارده بس. هو مميز بالضربات الثابته يعني، هو لو جاب هدف كمان هياخد الثقه اكتر واكتر في اللعب مش كرات ثابته يعني المتحركه. فدي لا محمد مجدي قفشه كمان جاي ومكسب كبير جدا من المباراه بكل تاكيد. معانا كمان رقم ثلاثة كاسحه الالغام بتاعنا في وسط الملعب، وفعلا القطعه التي كانت تنقص وسط ملعب الاهلي، واحد من افضل الصفقات من وجهه نظري، افضل صفقه النادي الاهلي جابها في 2019 حمدي فتحي. حمدي فتحي كل مباراه بيثبت وبياكد ان هو يعني حاجه كده من ريحه محمد شوقي، حسني عبد ربه، وحسام غالي، من ريحه اللي هي الناس اللي هي العمود الفقري القادم للنادي الاهلي. واحد يعني بصراحه يمكن هو مسجل هدفين، يعني لعيب بيقطع الكوره وبيروح على الجون وبيوصل زمايله وعنده الرؤيه وبيجيب اهداف، لعيب نموذجي حاليا للاعيب الارتكاز، لعب 79 دقيقه مسجل هدفين من ثلاث محاولات على المرمى. فده يعني انت بتتكلم في لعيب ارتكاز دفاعي اللي هو زي حسام عاشور، زي طارق حامد، لما يكمل ويزيد دي حاجه. اعتقد ان حمدي فتحي لو كمل على الاداء ده هيكون رقم واحد في منتخب مصر. يمكن نسبه دقه محاولاته واصله ل 66.6، تاني اكتر لاعب قام بتمريرات بعد قفشه قلنا رقم واحد. رقم اتنين حمدي فتحي 65 تمريره. حمدي فتحي كمان عامل كام تمريره خطا طول الماتش؟ تمريرتين خطا بس، تمريرتين خطا من يمكن احنا قلنا ان هو عامل 65 تمرير، يعني 63 تمريره صح من 65، وعامل سبعه لونج باص، سبعه تمرير طولي، وصانع فرصه، وقطع الكوره تسع مرات، عنده مراوغتين ناجحتين، واخد ثلاث فاولات. اذا حمدي فتحي واحد من ضمن المكاسب المهمه جدا للنادي الاهلي على المستوى الدفاعي، ان هو بيستخلص الكوره وبيكسب الالتحامات وبيكسب الكوره الثانيه، وعنده حته السيطره والاستحواذ بدليل ان هو اكتر لاعب عامل او ثاني اكتر لاعب عامل تمريرات، وعنده الرؤيه بيديك التمرير الطولي، وكمان بيكمل جوه ال 18. شفنا النهارده هدف عالمي، حاجه كده من ريحه محمد شوقي مع النادي الاهلي في الجيل الذهبي يعني. شفنا اهداف محمد شوقي كده النهارده، حمدي فتحي ذكرنا بيها بالتسديدات اللي هي من وسط الملعب. حمدي فتحي بصراحه وكمل وجاب جونين برده. حمدي فتحي مكسب كبير جدا. الرابع بقى، المكسب الرابع اللي احنا اتكلمنا عنه قبل المباراه، صلاح محسن. صلاح محسن هقول لحضرتك النهارده رقم مميز جدا ما حصلش يمكن من بدايه الموسم للنادي الاهلي في مهاجم. صلاح محسن راح على الجون كام مره النهارده؟ اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى سبعه، السبعه صح، السبعه اون تارجت، يعني السبعه بين الثلاث خشبات، مفيش واحده خرجت بره الثلاث خشبات 100%، نسبه دقه 100%، دي حاجه ما حصلتش. بس هو ما جابش سبعه تجوان، بس السبعه اون تارجت. يعني ايه اون تارجت؟ يعني ايه محاوله صحيحه؟ الجون مسكها، هي كلها الجون مسكها او الجون طلعها، بس دليل ان هو ايه؟ ان هو مركز جدا، فعاليته على المرمى كبيره جدا، لما يعني ما بتخبطش في القايم، ما بتخبطش في العارضه، ما بتطلعش بره. ده دليل ان هو الفينش بتاعه عالي جدا. سبع محاولات منهم سبعة صح، ده الرقم، غير ان هو طبعا سجل هدفين وصنع فرصه وتسبب في هدف مساهم في ثلاث اهداف، ولكن الرقم المميز بالنسبه للفيرويت المهاجم يعني سبع محاولات على المرمى منهم سبعة صح. ده انت كده الراجل نجح ياخد 100% في التقييم، انت راح سبعة منهم سبعة صح. فصلاح محسن مكسب كبير جدا وجاي، مش مستعجلين عليه، جاي مكسب بكل تاكيد. اعتقد ان هو يعني ان شاء الله يكون المهاجم في الفتره الجايه ديت اللي هو يثبت ان هو يكون يستحق تيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله يعني يكون مكسب كبير للنادي الاهلي في الفتره الجايه. اللعيب اللي بعد كده معانا برده محمود وحيد او محمود متولي. محمود متولي برده من اللعيبه اللي هي يمكن محمود متولي عنده رقم مميز وخلاص. محمود متولي يمكن على المستوى الدفاعي ما نقدرش نحكم عليه في ماتش زي ده، لكن تقدر تحكم عليه في حاجه مميزه قوي فيها، ان هو ايه؟ حاجتين. احنا قلنا قبل في الاستوديو التحليلي قبل المباراه قلنا ان هو مدافع هداف، شفنا كان هيروح يجيب جون بالمحاوله اللي عملها. الحاجه الثانيه قلنا ميزه تحضير الهجمه. محمود متولي النهارده ثالث اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه، 57 تمريره منهم سبع تمريرات طوليه بنسبه نجاح 85%. عنده ارقام جيده جدا محمود متولي. اذا مسته في الحاجتين. بقى للي بعد محمود متولي، محمود وحيد. محمود وحيد عنده رقمين مميزين قوي النهارده، يمكن هو ان هو اكتر لاعب عمل عرضيات 16 عرضيه، واكتر لاعب قطع الكوره 12 مره. محمود وحيد برضه قدم مباراه كبيره جدا قدام فريق اطلع بره النهارده. احمد فتحي قدم مباراه كبيره مش عايزين ننساه. احمد فتحي برغم ان هو الخبره الكبيره، لان هو عايز ياكد يقول ان انا موجود. وبيسجل هدف وبيعمل عرضيات، لعيب مؤثر قوي ولعيب عنده الشخصيه تمام، ويعني مش ما عندوش استسهال للخص. احمد فتحي لا، لعيب كبير نازل عايز يثبت نفسه ان انا اقدر انافس واقدر اكمل تمام. دي برضه من المكاسب المهمة. أيضا برضه وجود جيرالدو، نزوله أليو ديانج لمسته للكرة حلوة جدا، كان هو محتاج شوية بدني إن هو وزنه ينزل شوية، ولكن
واضح من لمسته ان هو مكسب كبير جدا في قوته البدنيه وكورته حلوه. أليو ديانج مع التدريبات او فتره الاعداد الجايه اعتقد ان هو هيكون يعني اعتقد حمدي فتحي وأليو ديانج هيكونوا قوه كبيره جدا مع طبعا مع وجود عمرو السوليه في وسط ملعب النادي الاهلي. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا وشكرا يا كابتن اسلام ومبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي على الفوز الكبير. الله يخليك. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الاخيره كابتن ايمن دجيش نتكلم عن طاقم التحكيم في هذه المباراه.